كولر فاجئنا في التشكيل النهارده باربعه في نص الملعب، وبعدين شويه لنا امام، شويه يروح ناحيه شمال، وبعدين يسقط، وبعدين كمل بعد كده وينج ليفت. غريبه دي النهارده، يعني ما عملهاش قبل كده ان يحط امام وينج ليفت كده. من لا بس خلي بالك، ما هو امام بيلعب في كل المراكز، يعني امام عنده الامكانيه ان هو يلعب في كل ما عنده المراكز. حسين الشحات بره عنده، يعني ايه اللي يخليه يعمل كده يعني؟ ونجحت يا اخي. يمكن بيجرب حاجه. لا ونجحت يعني شباب، وفي وقت الراجل ده بقى عليه امام ده، يعني غير ما تجرب كوره الفرقه طالما بتمشي معاه بطريقه غريبه، كوره حباه طالما ماشيه هتغير وهتعمل وهتلاقي الامور تمام. يعني انت يعني ممكن كنت تلعب مثلا عمر كمال وينج، وارد يعني، في افكار كتيره وانت مزنوق وعايز تريح الشحات حتى، وكلها هتنجح. يعني كل اي فكره بيرس تاو بره، بره خالص، تلعب بره خلاص بقى. عشان هو بقى بصراحه انا اسف في الكلمه، هيتربى شويه بقى، يعني هو راسم حاجه في دماغه. دي اللي انا بكلمك عليها من يوم ما اعترض وهو خارج، عايز بص مش عايز ومن يومها ده لغايه النهارده. أيوة ده حتى ما بيدخل ده بقى كان ده بقى شهرين ثلاثه. وعلى فكره هو حتى الماتش اللي لعب وجاب جون وبعدها عادي قعد اللي بعده، بس هو لعيب جامد يعني انت فاهم، لعيب جامد، لعيب جامد ولعيب تقيل ومؤثر، بس بمزاجه لما بس بيحب. كابتن بشير دي من اسباب نجاح الاهلي، ان هو بيوصل رسائل. اي لعيب زي ما انت بتقول النهارده، هو لعيب بينزل في الدقيقه 96 عادي بالظبط، بيلعب في الدقيقه 92 حلو ويجيب جول مظبوط. بس انا كان عملت كده مع بيرسيتا، وعملت كده مع قفشه، وعملت كده مع امام، وعملت يعني انت بتتكلم بصراحه وبتمشي. اسماء تقيلة. انا بحب عمر كمال، انا بحب اللعيب الشخصيه دي. صح. يعني انت فاهمني، جات لك الفرصه ان شاء الله دقيقه. لا ولعيب ما بيتكلمش، قاعد لاعب صح، مش صح. بتاع حوارات، مش بتاع مع ان في ناس كانت معترضه على الصفقه. يعني ناس كتير انا شفت لعيب مفيد وكفايه. صح. يعني لو تفتكر في ناس اعترضت على الصفقه، قال لك الاهلي ما عنده خالد عبد الفتاح وعنده محمد هاني وكريم فؤاد بيلعب في حته اليمين. ممكن الناس دي اللي فكرها ده، لان عمر في الفتره دي كان ماشي كويس قوي، يعني بيلعب في كل المراكز، مكسر الدنيا وجوكر. يعني يلعب عندك باك ليفت في نص الملعب شفت انت بتقول على احمد فتحي؟ لا ده احمد لما قال لك قلت بيلعب بيمين وشمال ونص الملعب، كل حته هتلاقيه سيردي باك، باك رايت، باك ليفت، هاف ديفندر. اسال كابتن سيد. عمر بيلعب باك رايت وباك ليفت وبيلعب وينج وبيلعب نص ملعب ولعب سيردي باك ماتش. بس بلاش بلاش بالمناسبه بتاعت عمر دي، ماتش ده ماتش البنك، خلي بالك بنك الاهلي ده. طب خليه يلعب دلوقتي، خليه يلعب دلوقتي. لا كولر بصراحه قال في المؤتمر الصحفي مش هكررها. لا باك ليفت عمر يعني والله، لو لعب سيردي باك، لو لعب دلوقتي، لو لعب دلوقتي هينجح، هيأدي. والله يعني في وقت للفرقه، بتتكلم على ثقته زادت والحاله الفنيه بتاع الفرقه مساعده كله، وهو ركب كمان. اي لعيب هينزل هيبقى كويس، اي لعيب يعني حتى ما بيلعبش ماتشات وهيشارك هتلاقيه ماشي بشكل كويس. نقطه برضو بتاع الثقه دي، انت بتتكلم مثلا على وسام، ضربات جزاء بيلعب، فاولات بيلعب، انت فاهم دي الفاولات. فاللي هو لا هو اول من اول ماتش لعب فاولين، يعني في فاول في بطوله افريقيا حطها وطلعت. انما بتكلم على ايه، حته التوفيق بتدي لك راحه جوه الملعب، تخليك بتلعب وانت مرتاح. يعني عليك ضغوط صح، طول ما راس الحربه هادي خلاص هتلاقيه كل حاجه سهله. يعني مش متعصب، مش متشنج، بمعنى صح كده تيجي. ايوه هو خلاص، يعني الماتش اللي فات جاب بدماغه، النهارده بدماغه عالمي 18. عالمي هداف الدوري اللي فات ده، هداف يعني الدوري المصري. جون يدرس يعني. لو بدماغه ده التحرك نفسه، فيلم يا كابتن، الجامب بتاعه ان هو يحطها وهو طاير دي، في البعيده كمان على شمال، والحركه نفسها مع الكوره. يعني لا يعني في وهو كان عليه ضغط من السردباك، وهو اصلا توقعه ان هي تعدي. ما هو خلي بالك انت لو بس دي ميزه في وسام، لو مش مجهز نفسك اي فرقه تانية لا لا هتخبط فيه، هتخبط بس فيه. من مميزات وسام دي هو كل كره متوقع انها تجيله. لا ولعيب بيتحرك، ولعيب يعني يضغط على الجول، يضغط على السردباك، كل كره دايما عنده حاجه في راس الحربه، ان هو يدي لك ريتم، هو على طول سرعه بيشتغل. يعني هو لو بيلعب على سيردباك مقلقه طول الماتش، في واحد بيجري جنبك يعني انت قلقان منه من حركته، غير اما واحد مسلم لك نفسه. وبرده بامانه هتكلم النادي الاهلي بقى له اربع خمس سنين ما عندوش الحته دي. صح. يعني فانت متفاجئ ان انت بقى عندك لعيب كده، ما حدش كان متوقع كده بصراحه. في ناس بتقابلني جماهير يقول لك انا مش مصدق ان الاهلي بقى عنده فيرود، بقى لنا اربع سنين ما عندناش فيرود. انت عمال تاخد بطولات وانت ما بتلعبش في فيرود. يعني انت ما عندكش استراكه صريح. معظمهم كلهم ايه يعني فيرود، بس مش الفيرود ده، مش صريح، مش لعيب سريع، مش لعيب هجام على الجون، مش لعيب
كل كره مشتركه موجود فيها لعيب اوفرات بيتحرك جوه ال 18 بيجيب بدماغه برجليه اليمين برجليه الشمال، ما كانش عندك لعيب بيضغط على المدافعين، لعيب بيخرج مساحه. ده عامل سرور لعمر كمال النهارده عالمي يعني. من لعيبه نص الملعب، من اللعيبه الكويسه جدا يعني، كاشف الملعب وعنده فيجن. يعني ان شاء الله يعني السنه الجايه كمان هيفرق كتير مع النادي الاهلي، وده كمان على فكره هيخلي النادي الاهلي يتأنى قوي في الناس اللي جايبينها، سواء اكيد هيجيب فرق كمان هيتأنى قوي، لازم يجيبوا على الاقل ما كانش زي وسامي لازم يكون اعلى مش اقل، ما كانش اقل على الاقل زيه بالظبط، على الاقل على الاقل. وبرده يعني لو جه زي وسام الناس مش هتقبله، فاللي خلاص وسام عمل فالناس مستنيه الاحسن والاعلى. طب انا ممكن اقول حاجه بس عشان برده انت فكرتني بحاجه دلوقتي عشان بامانه انا بشوف هي ناس بتزعل من الكلام ده، بس في حقائق وفي حق الناس لازم يتاخد. في ناس بتقعد تهاجم في امير توفيق على صفقه موديست، ويجي مثلا عند وسام ما يجيبش اسمه. فدي لا يعني بامانه يعني لو هو لازم نمشي، لو انت شايف صفقه أيوة موديس مش عاجباك لو نمشي بمبدا، بس اتكلم على صفقه عمر واتكلم على صفقه وسام، اتكلم على امام، اتكلم على عمر، اتكلم على وسام. ما السنه دي اربعه جم، ادي حق لاصحابه يعني. السنه دي جه امام وجه وسام وجه عمر وجه موديست، بس هو امير المسؤول عن صفقه موديس لوحده؟ لا هو صحيح. هي النقطه في ايه؟ الناس بتيجي تعمل ايه؟ اول ما صفقه تطلع وحشه في الاهلي يروحوا امير، انما حاجه كويسه في الاخر هو اللي بيتعاقب مش هو اللي بيختار يعني. اللي بيختار الجهاز الفني الناس كده بقى، اللي الناس اللي بيختار اللي لا في بعض الناس بتحرف الحاجه يعني ايه، يستنى لك حاجه صفقه وحشه فانا اروح مدخلك، عارف ان الناس ممكن تيجي شويه على امير فيروح مدخلك اسمي قصد امير يعني. ايوه قصد امير، فاللي هو ايه انا ما عنديش مشكله اقصده، بس لما تيجي حاجه كويسه قول الحق افتكره برضه، ما دام انت حطيت يعني اسمه. طالما انت الصفقات كلها امير يبقى الصفقات الكويسه امير برضه، مظبوط يعني مش الوحشه, الوحشة بس يعني ما هو اكيد اللي جاب الوحش هو اللي جاب الكويس، هو اصلا امير ما بيختارش حد، هو مدير فني هو اللي بيقول رايه. انا عايز شبانه انا عايز شبانه يعني، هو قال لي عايز شبانه اروح اجيب لك بشير، ما هو مش هيجيب لك كده. فالناس بتطلع الغل بتاعها هتطلعه ازاي؟ ايوه بس في ناس بتمشي في الموجه يعني انت فاهم، فبصراحه حقه يعني. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضرتك.